السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين. تهاوشنا اليوم أنا ولاء من اللي يبدأ في تقديم الحلقة خليته هو يقدم الحلقة. اختلفنا من يقدم الثاني أول واتفقنا طبعا أنه أنا اللي بقدم الحلقة. شو أسوي والله هاي حظي. معاكم محمد الجفيري واختكم ولاء أحمد في برنامجكم برنامج لا يفوتك. لا يفوتك صج لا يفوتك هالبرنامج. ليش؟ لأنه يعطيك فرصة أنك تقدم برنامج على الهواء من إعدادك وتقديمك. مدته سبع دقائق. تخيل يعني ان انت حين تاخذ المايك وتنطلق تقدم وتروينا ابداعاتك وتخوض التجربه انك تكون مذيع ويكون برنامجك مميز، وممكن ان الجمهور يرشح لك انك انت تكون مذيع في المستقبل خاصه في كيو اف راديو. ووايد من الشباب بعد ما طلع برنامجنا والشباب يلا انت كلها متحيزه للمراه. وايد من الشباب تجمع المراه والرجل. يعني دائما وايد من الشباب والشابات ولا تجمع الرجل والمرأة. لا حرب الله بالله. وايد من الشباب والشابات طلعوا في برنامجنا والحمد لله خضوا تجاربهم وبعدها صار لهم برامج خاصة. صح، عندنا نجوم طلعوا، فأنت بإمكانك تكون النجم التالي إن شاء الله. والله يوفقك ويسر أمورك. خلونا ننتقل لفقرتنا المهمة، هي فقرة نصايح إذاعية. نصايح إذاعية، خليك معانا ولا تنسى تربط حزامك وتوصل بأمان. أعزائي المستمعين رجعنا لكم مع نصايح إذاعية، والحين في فقرتنا راح نتكلم اليوم عن موضوع نبرة الصوت. عاد بالا أنا فضيحة نبرة الصوت، أنت توتر على طول يبين من الصوت على طول تنفضحين. انزين، راح أتكلم عن بعض الأشياء والمعايير شلون الواحد يتكلم قدام المايك وشلون أنتوا تميزون صوته. فراح نتكلم في عدة حالات. الحين أنا بلعب مع ولاء لعبة التحدي، فأنا بعطيها نبرة لازم هي تجربها. يلا ولاء أعطينا نبرة حزن. نبرة حزن عاد هاي سهلة، نبرة الحزن. يلا 3-2-1 go. انتقل إلى رحمة الله تعالى. ما يصير وانت مبتسمة. حتى المستمع يحس انك مبتسمة. عاد لازم أكون أدش المود. يلا زين أعطينا فرح مدام انت في المود. اليوم حصلت على 90% في الامتحان. الله مبروك مبروك. الله يبارك فيك محمد، صراحة الشعور وايد حلو. خلاص متى بتعزمينا على الغداء؟ تكشرت. يلا الحين أعطينا نبرة حزن. ما عندي فلوس. انزين الحين نبي أبيش تتكلمين من خشمك بتعالي. لا عاد أنا ما عندي هز. جربي. لا 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 أنت. هي لعبة التحدي. ما أنا سويت لك الحزن وسويت لك التكشيرة. بجرب. نفسية الخايسة. إيه نجرب الحين. ما عندي مشكلة أنا كل شيء مو بنفسية بس خلينا نجرب. يعني مثلاً إذا الحين أنا بتكلم من خشمي شيء قدام الناس في المايك. والله يعني اليوم إحنا للأسف اجتمعنا مع مجموعة من الإخوان وللأسف النتائج سلبية. يعني ما يفهمون، وأنا ما أدري ليش أصلاً الناس قاعدة يعني ليه الحين تنتظر منهم. لو أنا منكم والله طلعت من هالمكان بكبرة. إيه فيها شوي كبرياء. كبرياء. إيه قاعد تستصغر الناس. إيه فتخيلي المذيع يقدم بهالنبرة. لا. مو بشيء. أو إنه يتكلم تحت المستوى، يعني ما يكون حتى في الأفرج. يعني مثلاً أرجوكم يا مستمعين، أرجوكم يعني أنا أتمنى منكم إنه يعني تسوون الشغلة الفلانية. أرجوكم يعني دشوا تويتر و لا بعد أرجوكم بعد شنو هاي يعني بعد أترجى المستمع يدش تويتر. يعني شوفي لا فوق كلش ولا تحت كلش يكون في يعني في الأفرج. يلا نكمل لعبة التحدي. زين أعزائي المستمعين، للأسف الشديد إن الوقت ما يكفيكم اليوم، ف خلاص مو بلازم تسمعون الحلقة الكاملة. إيش دعوة في مذيعين في وايد. زين يلا خلينا ناخذ الأسلوب المتذمر، كله قاعد يعني طول الوقت ما عنده إلا الأمور السلبية. للأسف. إيه هاي فيه بس هاي أكثر شيء إحنا نسمع في التلفزيون مش في الإذاعة. والله عندنا وعندك خير. كل مكان موجودين. إنزين يلا وناخذ أسلوب ثاني، أسلوب الساخر اللي يطنز على الناس. اللي اي عاد مذيع يطنز على الناس بروح اللي يعني يك ضيف متوتر بعد اطنز عليه وبيني الاستديو خشه فيك متوتر ايش دعوه ماسك لي ورقه كذي. اي ما في فايده يعني. او ممكن يكون ايضا المذيع ايضا يكون رتب في كلامه، يعني اسلوبه او مستواه يعني في نفس النمط طول الوقت، قاعد شيء في نفس النغمه. أعزائي المستمعين اليوم تكلمنا في موضوع كذا 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 إيه هاي في منهم وللأسف لكن ما قدرت أني أوصل
وفي نهاية الحلقة وصلت كذا 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 أنا تمللت. أو واحد يروح وايد دراما. اليوم صار كذي. وتصدقون تخيل وانت قاعد تسوق الحين يطلع في وجهك جمل له أذاني فيل. لا يعني مثل هالأشياء أيضا صعب أنك أنت لازم توازن. بعض الأحيان تحتاج لدراما. في مثلا بعض الأحيان محمد إذا أنت مبيع مثلا تبي تقول نشرة أخبارية مثلا بتتكلم عن حروب لازم يكون شوي نبرتك حادة. بتتكلم مثلا موت الناس الوفيات شوي تكون حزن. خبر مفرح للناس مثلا قبول جامعات أو شيء أو تخريج ممكن يكون نبرة فرح على حسب. أما مثلا حتى لو جاك واحد يحاول إنه يتمسخر عليك في الاستديو وأنت لازم ما تكون تكلمة بالنبرة السخرية أنك يعني قاعد تتمسخر عليه بعد لازم تكون أنت محايد. أكيد هي ما في أحسن من الحيادية وأنك أنت تكون متزن في كل شيء في حياتك. راح أعطيكم مثال. يعني الحين أنا راح أقرأ بعض الجمل. أنا طبعا عندي خبر الحين قدامي طلعته من الإنترنت. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإنفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية يمثل صفحة ذهبية في تاريخ إيران. أنا قريت الحين بعيد قرايته بطريقة ثانية وأبيك أنت عزيزي المستمع أنك تخمن شنو ملامح وجهي وأنا أقرأ الخبر. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الإنفاق النووي الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية يمثل صفحة ذهبية في تاريخ إيران. أشكره يعني وجهي أشكره يعني حتى لو ما شفتني أنت عارف أن وجهي واحد مستانس من نبرة الصوت يعني بدون ما تشوف وجهك بعرف أن أنت مستانس بالضبط. يبين أن الخبر فيه واحد قاعد يقرأ وأكيد شكله مستانس. يمكن أنتم ما شفتوني لكن الفكرة أن أحيانا المشاعر توصل أيضا للمتلقي وحلو أنك أنت تقدر تلعب في صوتك وتوصل صوتك حق المستمع بمكس من كل الأشياء اللي ذكرناها اليوم. أحيانا تحتاج أنك تهدي صوتك واحيانا انك تحتاج انك تسرع واحيانا ترفع نبره الصوت واحيانا تصغرها وتقللها خصوصا اذا بتقول لهم سر. احيانا انك تحتاج شويه دراما. ليش؟ لان الدراما تعطيك قوه في ايصال المعلومه. احيانا انك تحتاج انك تكون رتب عشان تبين لهم ان الموضوع انتهى. محمد تدري هاي الشيء يعني خاصه بنبره الصوت مع التدريب ممارسة. يعني انا قبل مثلا لما يقولون لي اطلع برزنتيشن هي نبره واحده هاي غلط. الحين لا بديت تلونين في الكلام. اي يعني خلاص مثلا اذا عندي حفل تكريم او ابى اتكلم قدام الناس اعرف متى ارفع صوتي متى نزله. مثلا السيد رئيس مؤسسه قطر يعني في ما يصير السيد رئيس مؤسسه قطر ما يصير مثلا السيد الرئيس فلان الفلاني رئيس مؤسسه قطر يعني تعرف تب يعني تعطينها فخامة. في ناس لا يعني قبل احنا ما كنا نعرف شيء مع اخذنا دورات والممارسة تدريب. نقعد نشوف او بعد شيء يصير ان انا افتح ساعتنا في التلفزيون او في الإذاعة اشوف لما اقدم حفل او اقدم تكريم او اقدم حد او اقدم حتى برزنتيشن اعرف متى ارفع ومتى اسكت متى ارفع متى لانك مبدعة. وانت ايضا عزيزي المستمع عندك طاقات ابداعية حاول طلعها. ما راح تقدر تكتشفها إلا إذا جربت أشياء جديدة وخرجت عن المألوف. وصلنا لنهاية هالفقرة. خلكم معانا ولا تنسون تربطون حزام الأمان. وصلنا الحين لفقرتنا المميزة فقرة الضيف المذيع. والحين معانا من عبد الله عبد العزيز آهن خريج من جامعة قطر. حلو عبد الله شلونك؟ طاب لونك يخليك ويعافيك. منور الاستديو بوجودك ووجود الحاضرين. انا متشوق ان اسمع عن فقرتك وبرنامجك. اول شيء بك تقول لي برنامجك شنو اسمه؟ برنامجي اسمه مسابقات فكريه. حلو. حاولت ادمج فيها بين المسابقه وبين الافكار اللي اعتقد ان احنا محتاجينها في الاوقات خاصه البرمجه العصبيه اللغويه. اوه ممتاز حلو زين. جاهز للبرنامج؟ ان شاء الله جاهزين. اعزائي المستمعين ربطوا احزمتكم وإلى الأمام. يلا عبد الله 3-2 وين عندك المايك؟ أعزائي المشاهدين السلام المستمعين أعزائي المستمعين هذا خطأ دائما أقع فيه. يلا نعيد مرة ثانية. يلا جاهز؟ متعود على التلفزيون سوري. حلو حلو يلا توكل. 3-2 وين عندك المايك؟ أعزائي المستمعين السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم مسابقات فكرية. فكرة المسابقة
هي دمج البرمجة العصبية اللغوية والأفكار اللي نحتاجها ويحتاجونها شبابنا واللي احنا نحتاجها بشكل كبير، وندمجها بنوع من الطرافة والمسابقة. أبدأ الفقرة الأولى واعتبرك يا محمد متسابق أول واختنا ولاء متسابق المسابقة الثانية. ممتاز. فنبدأ الفقرة الأولى مع المتسابق. يلا أنا معي محمد الجفيري. محمد الجفيري هو اتصال ولا في الاستوديو؟ اللي تحبه. المفروض اتصال يعني. المفروض لأن احنا في إذاعة. حلو زين يلا الحين رن تليفونك و ألو السلام عليكم. لا أنا اللي أقسم عليكم السلام. من معي؟ معك محمد الجفيري. محمد الجفيري كيف حالك؟ طيب الحمد لله. من وين يا محمد؟ أنا من قطر. محمد سؤال، احنا طبعا برنامجنا عبارة عن بعض الأفكار في البرمجة العصبية اللغوية اللي راح ندمجها مسابقة. حلو. فسؤالي صغير وبسيط وعليه 500 ريال. حلو. الفرق بين تفكير الولد والبنت، تفكير البنت هل هو حلزوني ولا مباشر؟ حلزوني ولا مباشر؟ والله البنات شكلهم حلزونيين، فأنا أقول حلزوني وأثبت عليها. والريال؟ شكله يعني بعد هو شكله بعد الله أعلم شكله مسكين مغضوب عليه. مباشر. إيه كله مباشر. مباشر. إيه مباشر. متأكد؟ والله خلني أعكس، لا الريال هو المباشر والمرأة هي الحلزونية. وإذا قلت لك آخر فرصة لك شو تقول؟ زين شنو معنات حلزوني شنو معنات مباشر؟ بعد إجابتك راح نحلل. زين حلو الإجابة. أوكي طيب الإجابة. شوف إذا كان التفكير الحلزوني يعني تقصد فيه اللف والدوران، فالمرأة هي اللف. لا طبعا ما أقصد اللف والدوران. أنا متحيز للرجل. أنا أقصد كآلية عمل للمخ والعقل البشري. حلو. هو العقل البشري في ظاهرة إحنا متشابهين، ولكن له صفات وخصائص لكل واحد منهم. زي. في طريقة التفكير، فتفكير الرجل والمرأة، أنا قاعد أقول لك إنه في اختلاف بين الرجل والمرأة. حلو. أحدهم حلزوني وأحدهم مباشر. حلو. وراح أفسر لك إياها بعدين، بس تتوقع إن البنت تفكيرها خلينا نقول حلزوني خلاص. متأكد؟ بنثبت عليه. متأكد؟ إن شاء الله. إجابتك غلط. أوف. لو قلت غير هالكلمة. لكن حلو. الإجابة صحيحة. صحيحة. الإجابة حلزونية. أعزائي المستمعين باختصار إن البنت، نختصر الموضوع لأن الموضوع جدا شائك، ممكن إن أتكلمك في نفس الوقت بإيدها اليمنى أتكلم أختها في الشات وبإيدها اليسرى تطبخ، والله يعزك ابريلها اليمنى تفر الريموت كنترول وبصبع ريلها الصغير تشوت ياهل. فهذا هو تفكير بنت، تقوم بخمس ست اشياء في نفس الوقت. الرجل ما يقدر لما تكلم اختك او تكلم اي بنت تحصل لك ابي تقول لها واحده 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 واحده، واذا طولت شو تقول لها؟ اكتب لها فرقه ولا تنزل لها مسج حبه حبه علي. الرجل يركز في الشيء اللي يبي، لما يخلصه ينتقل للشيء الثاني. هذه الحلقة مفقودة بين شبابنا وبناتنا، عشان كذي الشباب يضايقون من البنات والبنات يعصبون من الشباب. لازم نعرف تفكير وطريقة كل شخص فيهم. ننتقل للسؤال الثاني مع أختنا ولا. شوش ولا؟ الحمد لله بخير. أمورك طيبة إن شاء الله. خير الله يسلمك. السؤال يقول أيضا راح أرجع لنمط تفكير الرجل والمرأة، من فيهم تحليلي ومن فيهم مختصر؟ المرأة تحليلية والرجل مختصر. ليش؟ المرأة تحب التفاصيل، طبيعتها تحب التفاصيل. الريال عطى دايركت الشيء المختصر يعني. عشان كذي البنت سندارة في البيت؟ لا، الريال اللي سندارة في البيت. متأكدة من إجابتك؟ أي. أكيد. إن شاء الله. طبعًا للأسف إن إجابتها صح. إيش معنى تحليل؟ إيش معنى مختصر؟ قلت لك التحليلي المرأة تحب يعني تعطي تفاصيل أكثر، تحلل الموضوع أكثر. الريال لا، طبيعي تعطي الزبدة نفس ما يقولون خلاص. بالضبط. عشان كذي لما نروح إحنا في زيارة من الزيارات العائلية أو أي زيارة أو نروح مطعم أو نروح أي مكان، تحصل الريال سويت والله قاعد مع رفيجي جبت كم الكابتشينو وطلعت أو كذا. البنت لا، شفتي فلان وشفتي الطاولة وشفتي البردة وشفتي مش عارف إيش، وإذا رجعت لها بعد أسبوع تحصل البنت قاعد حق الريال لاحظ شيء؟ لا ما لاحظ، لون الستارة غير. إنزين أنا شكو. الريال يقول أنا شكو، والله شفت بيت العنكبوت اللي في الزاوية اليمنى من بيت عمتك حتى هاي تنقشه. لا عاد مو بلهالدرجة يعني. اي صح، ممكن شوي اكثر من هاي. لا اقل من هاي، الحين صاروا الريايل اكثر تفصيلين يعني. لكن الريال عطينا الزبدة وني الموضوع، خاصة اذا عندنا حفلة تحصل الريال يقول لك انا بروح القاعة بدفع خلاص حط الطاولة وكراسي وانهي. البنت لا، تبي اللون الفلاني وتبي الطاولة الفلانية وتبي الحاجة الفلانية وتبي الموسيقى الفلانية وتبي النوع الفلاني. الشيء اللي احنا ما نعرفه في اخر الفقره ان انماط الشخصيه، احنا عندنا ثلاث انماط، ايش هم يا محمد؟ سابق ثالث ما دامت موجود
فنتشرف. ما ادري يمكن طريقه انماط الشخصيه في ال NLP اللي هم طبعا السمعي والحسي والبصري، اذا كان هذا التصنيف اللي انت تتكلم عنه. بالضبط. في اشياء كثيره في الموضوع يعني. بالضبط. لا محمد يستاهل 50,000 ريال من قطر فونديشن الصراحه. ما شاء الله. بعد من فلوس وايضا اخذنا ولاء تستاهل 50 ريال. يعني عس لحظه شنو 50 ريال؟ لان الحمد لله 50,000 و50 ريال. لا انت اخذ 50 طلع لك شيء يمكن. اعزائي المستمعين انا هذا اللي بغيته. محمد يوم قلت له قال الحمد لله ولاء قالت ليش وش حقه وش معنى. هذا هو الفرق بين التفصيل المختصر. الرجل رضا والمرأة لازم تدش في تفاصيلها. أنماط الشخصية باختصار أبي أقوله أن الواحد أوقات تعطي لبنت وردة، أختك أو زوجتك whatever، تعطيها وردة تستانس، واحدة ثانية تجيب لها الذهب 30,000 ريال، شو تقول لك؟ يلا سوينا عليك زحمة، شو سويت علي زحمة وأنا حاط راتبي كله. الفرق أن الأولى اللي أعطيتها وردة هي بصرية، مقابل ان اللي عطيتها الذهب هي مش بصرية، هي انسانة سمعية. فبالتالي قل لها كلمة حلوة في ذنها عندها او جملة حلوة احسن من كرتون ذهب. هذا طبعا بالنسبة للبصري والسمعي. والحالة الثالثة الحسي، تجي حق واحد تتذكر يوم ميلاده عنده احسن من 1,000 هدية واحسن من 1,000 كلمة. احنا لو نعرف نمط الناس اللي قدامنا وكثر راح نعرف نتعامل وياهم. المعلومة الأخيرة، إذا أنت كنت حسي يا محمد مش معناتنا تحسي 100%. أنت بصري 5% وسمعي 15% مثلا وحسي 80%، وهذه الأرقام ممكن تختلف حسب تجربتك. مع مسابقات أخرى لضيق الوقت في أيام ثانية إن شاء الله، ومع حلقات أخرى وأسئلة أخرى. أعزائي المستمعين نلقاكم في حلقة قادمة. يعطيك العافية. ما شاء الله عليك عبد الله، حلو برنامجك، برنامج مسابقات. وفكرة المسابقات فكرة حلوة. طريقة طرح المسابقة نفسها راح تكون حلوة. انتبه من الورقة، الصوت قاعد يطلع في المايك. ايوه هاي الاخت ولا هو عنده قدم مسابقات وفي نفس الوقت قدم معلومات. نعم. يعني دمج بين المسابقات والمعلومات. اي وهاي شيء طيب وشيء وايد حلو. ومثل هالنوع من البرامج تلقى فيه تفاعل للناس اكثر. بس ما ادري يعني شلون فكره برنامجك في التواصل مع المستمعين. هل مثلا انت بيهم يتواصلوا معك بالتليفون، هل تبيهم يتواصلوا معك بالرسائل السمس، هل انت بتختار ضيوفك من قبل الحلقه او تويتر؟ عندك تويتر؟ تويتر مثلا. بالنسبه لي احنا كوننا احنا في اذاعه فراح يكون مستمعين ومتصلين عن طريق الهاتف مباشر، راح يكون على الهواء مباشره. على الهواء مباشره. حلو. وكم مدة أنت حاط في بالك؟ حاط في بالك أي مدة معينة زمنية؟ طبعاً أتوقع أن ساعة تكون مناسبة. ساعة. في مناسبات معينة راح ينعرض البرنامج ولا بشكل عام يعني؟ في لا بشكل عام، متى ما تتوفر الفرصة. أي. إن شاء الله نكون في الصف الأمامي. هل كل حلقة معلومات مختلفة ولا هالحلقة عن الـ NLP والحلقات الباقية بعد عن الـ NLP؟ والله كلها، بس طبعا مواضيع مختلفة. انت عندك عن قوة الذاكرة عبارة عن قوة الدافع عبارة عن الثقة بالنفس، فهناك يعني اكثر من موضوع ممكن يطرح في الحلقة. ممتاز. عبد الله ايش رايك في التجربة؟ ايش حسيت؟ تجربة حلوة طبعا مفيدة. ممكن انا كان لي تجارب تلفزيونية لكن كإذاعة هذه اول مرة، وطبعا تختلف عن التلفزيون، يعني لازم تركز في صوتك، لكن طبعا اقدر اشلك بايدي لو ابي شيكات حركة، ابي اكح اشل المخرج، بعكس التلفزيون. التلفزيون محاسب على كل حركة تطلع فيها، ولكن الإذاعة حلوة وأتشرف أني خضت التجربة هذه. وين حسيت أنك بديت شوي يعني ها ترتبك؟ إيه ترتبك. هو الارتباك ما كان في المعلومات أو كذا، بقدر أن أنا جيت متأخر ودخلت على الاستوديو مباشرة. ما تهيأت؟ وما تهيأت، بس ما شاء الله متمكن يعني. ما حسيت أنه في خوف أو ارتباك، كان طبيعي يعني. بس ما حسيت بعد. نعم ممكن في سرد المعلومات شوي، كان ممكن نتواصل بطريقة أفضل أو أسهل. بس لا أحس المعلومات يعني قدرت أنك تتوصلها حق المستمع بطريقة سهلة وسلسة يعني خاصة أن البرمجة اللغوية مو بأي حد يقدر يفهمها، بس أنت بسطت المعلومات. شلون تبي تعلن عن برنامجنا؟ إذا قالوا لك أعلن عن برنامج ليفوتك، شلون بتقولها؟ عن برنامج ليفوتك؟ قول إذا فاتك الفوت ما ينفع الصوت، ليفوتك برنامج ليفوتك. حلو حلو حلو, حلو. يعطيك العافية عبدالله. عبدالله كلمة أخيرة للجمهور. والله أتشرف بظهوري أو أن بإطلالتي على راديو قطر فونديشن أو مؤسسة قطر. وأنا عندي دائما كلمة أو دعوة أقولها لكل من يقابلني
يمكن أنت محمد كونك صديق عزيز فسامحها. فأقول لجميع المستمعين والموجودين الله يزيد رواتبكم ويعلي مراتبكم ويسر أموركم ويشرح صدوركم ويفرح قلوبكم وينور دروبكم ويسعدكم ويزيدكم فوق ما تتمنون، وربنا يزيدكم آمين. لأن رب العالمين أكرم الأكرمين. حتى من الكنترول رافعين يدهم يدعون في السماء يقولون آمين. فجزاك الله خير يا عبد الله، فقرة حلوة وايد حلوة، وإن شاء الله أتمنى أيضا أنتم منكم يا أعزائي المستمعين أن تطرشون آراءكم وأفكاركم في حلقة عبد الله على الهاشتاج لايفوتك، وحطوا أيضا منشن لحساب مؤسسة قطر فاونديشن. وصلنا لختام فقرتنا اليوم، وإن شاء الله نلتقي فيكم في الفقرة الختامية ونختم برنامجنا على الحلقة الجاية. خلكم معنا أعزائي المستمعين. أعزائي المستمعين، رجعنا لختام حلقتنا اليوم كالعادة، مر الوقت بسرعة وما حسينا بالوقت، وكان ضيفنا مميز كالعادة. ولا تنسون تعطونا آراءكم وتعليقاتكم عبر التويتر عبر الهاشتاج لايفوتك، وأيضا ننتظر منكم، نبي نسمع منكم شلون نقدر نحن نطور برنامجنا ونطور حلقتنا ونطور أفكارنا. ما راح نقدر إن نسوي هالشيء بروحنا، نحتاجكم معانا. إذا عجبتك الحلقة سوي لنا لايك وانشرها وقول لنا ليش وقول لنا شلون نقدر نطورها. شاركنا في تويتر عبر الهاشتاج لايفوتك، وأيضا إذا أنت خاطرك تخوض تجربة الضيف المذيع أرسل رسالة على الواتساب عبر الرقم اللي بعطيكم إياه، جهزوا الموبايل عشان تسجلونه. ولا تنسون أن تعطونا آراءكم مرة ثانية في تطوير هالحلقة وأيضا في أداء ضيفنا اللي طلع معنا. رقم الموبايل للاتصال عبر الواتساب فقط 5522-1828 أو على الهاشتاج لايفوتك. كان معاكم من خلف المايك محمد الجفيري، أخذكم ولا أحمد، ومن الكنترول ومن الهندسة الصوتية إيهاب الشيخ. والله يوفقكم، إلى اللقاء.